بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي وأحبائي مشاهدي قناة جوار السويس، والله رزق ماشي، وكان في جماهير كتيرة من قناة سألتني على سمك البكالا وهل موجود في السويس ولا لأ وأسعاره إيه، وهتشوفوه على الطبيعة يا جماعة. بصوا المكان، ميدان الحلقة القديم بتاعت السمك، مسجد الخضر بجوار، تمام، والخلف اهو مسجد سيدي عبد الله الغريب. يسعدني ان انا التقي بالحاج. انا سهلا، اتفضل. اسم حضرتك؟ الحاج عبد الله زغلول. طب تليفونك يا حاج عبد الله؟ 010-679-36-851. الحمد لله ان انا لقيتك، لان في ناس حبايبي من القناه أتفضل. عايزين يتعرفوا على سمك البكالا وعايزين يشاهدوه على الطبيعه. تحت امر سعادتك. ممكن مع بعض؟ اتفضل يا باشا. ادي يا جماعه سمك البكالا. ده سمك البكالا. لف السمكيه كده من ورا. في يا جماعه اهو بيبقى سمك الحريد دي. ايوه حريد. ها بنشفه، اعملها لي بالعرض كده. لا بنحنطه. ايوه، طريقه تحنيطها صعبه. بتاخد وقت شويه. بتاخد وقت. شتك بتاخد وقت يعني مراحلها، ومحدش يعرف يعمل غيرك طبعا. لا لا لا، بس مراحلها. تيجي سمكه طازه لازم. تيجي سمكه فريش طازه جدا. ايوه، وبتشرح وبتعبى فيها ملح، بنجيبه وبنجيب. يعني بتشيل المصارين. ايوه، والقش الخارجي بتسيبه. انا شايف القش الخارجي يا جماعه موجود اهو. موجود. ايوه تمام. وشتك بنشرحها وبنحط ملح، بنجيبه ملح خشن. ملح طبي. ملح طبي. بنسيبه لمده يومين في الملح. وبعد كده بتغسل السمك غسل كويس وتنشر مروحه والشمس. دي طريقه فنيه بقى حضرتك المتخصص فيها. مش هنقول سر المهنه. لا لا تعمل. لكن انت متخصص في تجفيف السمك البكالا. تمام سيادتك. والناس بتجي لك زحمه. لا الحمد لله، والله ناس كتيره في القناه سالتني، وكويس ان شاهدت حضرتك. ما شاء الله بعت كويس قوي من اسبوع كده. ناس بتيجي تاخد منه، وناس في مراكب في البحر بتطلبه. طيب انا بعد ما اخدها كده يا حاج عبد الله زغلول، عبد الله، انا اشتريتها منك. اتفضل. وانا حبا في الحريق في المجفف اشتريتها. اطبخها ازاي؟ بنقعه في ميه من بالليل، ميه تكون مغطيه سمك. ميه دافيه ولا ميه عاديه؟ ميه عاديه تكون تشت. محطوط في السمكه اناء يعني واسع. في ميه عشان الميه تبقى مغطيه السمك. مغطيه السمكه. وتاني يوم بتشيلوا الزعالف وبيقطعوا حتت حتت. ويحمروا البصلايه. مع الكزبره. ايوه، بعد ما تغلي تيجي حاطين الطماطم ويحطوا اللحم ده يكون معاه. يعني شوربه. صينيه. بالخضره. بنحط معاها بطاطس، بنحط معاها خضره. لا 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 لا، هي بس كده بس. بطاطس اللي هو البصل والخضره والكزبره والطماطم وشويه توابل، بهارات، كاري على كمون على الله. ادي يا جماعه اهو. انا سعيد جدا ان انا عملت هذا الفيديو عشان اوري الناس. في جوه عندنا برضو. طب هبصوا يا جماعه، وحطه في الشمس اهو. هو كده كده مجفف. مجفف. تمام يا جماعه. تمام. وفي جوه برضو متعلق. والراجل اهو الطيب اهو حاطط اهو. وعنده جوه المحل يا جماعه برضو اهو نشرهم على اهو. بص يا جماعه عرضهم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحسن سوقك يا رب يا رب. في بعض منه اهو. بص يا جماعه، ده الحريد الاصلي. ده الحريد الاصلي السعودي. يقول لك على ده فرهودي، احلى نوع. لا مش فرهودي، فرهودي بيبقى بني مش اخضر. ايوه صح. الله ينور عليك. اللابليون يتعمل ولا عشان ممنوع صيده؟ كبير كبير. انت عايز حاجه لحمها متوسط. 4 كيلو 5 كيلو. 4 كيلو 5 كيلو يا جماعه. بصوا يا جماعه الجمال، ناشفه زي الحجر في ايدي. بسم الله ربنا يحسن. لا اوعي ايدك حضرتك، شاورين السنان. دي سمكه حريد. دي اصلها كانت كام كيلو دي؟ دي بتعملها بتاع 5 كيلو. وهي طازه. وهي طازه، بعد ما تنقص تعمل بتاع كيلو وربع كيلو ونص. يعني دي توصل، يعني دي كيلو وربع كيلو ونص. عشان كده بتبقى سعرها. اسال حضرتك عليه. طري ب 50 و60. لا والله العظيم. وب 70 و80. ايوه. والحجم ده ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. فانا السمكه ال 5 كيلو بتصف كيلو وربع. طبعا يا جماعه انت بتقسمه. تعرف ثلاث اضعاف. يعني اضرب في 5 في كيلو ربع، يعني الربع. يعني تقف عليا ب 260 جنيه 270، انا بيبقى ب 300 وبعود مع الناس ب 200. طبعا لا ربنا يرزقك. ما شاء الله. برضو عشان برضو الناس تتاكد، تليفون حضرتك تاني. 010 679
3-6-8-5-1 الحاج عبد الله زغلول بجوار صيدليه الغريب. وميدان الناس التسعويس القدام عارفين ميدان الحلقه القديم. الله ينور على سعادتك. تمام؟ تمام يا باشا. انا واتمنى لك من كل قلبي ان ربنا يوسع عليك ويحسن سوقهم يا رب. يا رب. الله ينور عليك، الله ينور عليك. جميلة جميلة. والله أنا كده أنا مبسوط لأن الناس الله يستر، ده سواسية قدام بقى كانوا أيوة لا والقاهريين كمان بيسألوا. القاهرة بس كان السمك رخيص زمان. دلوقتي الكيلو ب 70. فلما سألوني قلت لهم والله أنا هدور لكم. والحمد لله ربنا رزقني بيك. حبيبي يا باشا. واللهم لك الحمد ربنا يحسن سوقك. وإن شاء الله عن طريق القناة بإذن الله أنا متأكد بإذن الله. هيجي لك ناس هيقولوا لك انا تبع جوار السويس اعمل معاهم واجب شويه انت تبيع ب 300 خليها ب 290 270 280 عشان خاطر جوار السويس. طيب تمام ادي يا جماعه اهو بنشرف جوار الراجل والله وشه بشوش الله يخليك وانا سعيد جدا ان قابلت حضرتك احنا سعداء بجوار السويس وقناه جوار السويس قناه جوار السويس ماشي يعني. واي طلب تحت امر سعادتك واي ماشي حاجه للسويس بالذات ولا وقاهريين القاهرة كلنا مصريين وكل المحافظات كلنا مصريين نحب بعض وكل المحافظات يجوا لك ان شاء الله تحت امر سعادتك يا باشا انا متشكر جدا حبيبي يا باشا معاك الحاج الوش البشوش ده صباح الخير يا حاج وشك بشوش انت راجل سويسي قديم تمام صياد عنده مراكب صياد الله ينور عليك ربنا يوسع عليك يا رب تمام يا رب المهنه انا هكلمك فيها بامانه بيقولوا دلوقتي كل اللوم على اصحاب المراكب انتوا السبب في الجشع انتوا السبب في زياده الاسعار انتوا السبب ان السمك غالي في السوق حضرتك ترد تقول ايه هو الصياد اصلا بيبيعوا غالي لان الشبك غالي الخشب غالي وقود الموتور غالي بالك البنزين غالي يوميه الراجل الاكل والشرب غالي الوقود غالي لازم السمك يغلى عشان يغطي يعني مفيش مغالاه لا مفيش مغالاه والنهارده في مراكب بتسرح وبتيجي ما بتجيبش الزواده عشان الجو وما بتجيبش الزواده اللي هي صرفاها لو يجي سمك قلال شويه بص المركب اتداب ب 200000 300000 طب سؤال ثاني يا حاج بعد اذن حضرتك اسمك كريم محمد الشناوي يا حاج محمد اتفضل هل الوكيل انت كل مركب ليها وكيل طبعا هل الوكيل هو اللي بيتحكم في السعر ولا انت بتديها للوكيل ولا ايه اللي بالظبط لا هو السوق اللي بيتحكم في السعر السوق اللي بيتحكم في السعر السلعه لما بتيجي غاليه السلعه لما بتيجي غاليه بيبقى عرض وطلب لما تكون كتيره بتنزل سعرها لما بينزل المراكب كلها بتسرع وكل موسم الموسم بيخلي السمك بيكتر بدل يكتر وتبص تلاقي السعر بينزل طب الخير بقى انت راجل بسم الله ما شاء الله سنك من 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 الراجل الناس القدام بتوع سويس الله يبارك فيهم الله يبارك فيهم الخير زمان احسن ولا دلوقتي رغم ان المراكب اتطورت يا حاج ده احنا بنقول ولا يوم من يوم زمان ولا يوم من يوم زمان ولا يوم من عيشه زمان صح رخص وامان وفي ثقه بين الشعوب وبين الاهل وبين بعضها المركب الكبير بيسرح بياخد مليون جنيه زواده المكانش يجيب ب 2 3 مليون جنيه انت تطلع على البحار بقى انت يعني ايه اريتيا بروح اريتيا يا حضرتك مش جر ولا جر هو الريح هنا ما احنا عندنا مراكب جر برضه لكن انت بتتكلم على السعر اللي هي اعالي البحار ما هو اللي بيجيب سمك دلوقتي اعالي البحار هو الريح هنا الخير هناك هنا هو الريح خربت السمك الي لا اله الا الله نتمنى من ربنا ان السوق يتحسن اتفضل بدال الزريعه بتتاخد اول باول مشاكل كبير يعني في ناس عاميه بتشغل صيادين تجيب الزريعه تتباع في الشرقيه وتتباع في الدقهليه مع ان انا راجل متخصص وكنت مسؤول في الدوله بدل الأطفال ممنوع بدل الاطفال بتتاخد اللي شبك يبقى ليه بيبقى ليه فتحات معينه يا حاج تمام الشبك اللي فيه مج 17 مج 20 اللي هو السمك الكبير الشبك غير المخالف المخالف ده المفروض الناس بتوع الثروه السمكيه انا بقى بيدور على المخالف الوقت لا حول ولا قوه الا بالله طب ما دي ثروه سمكيه هتروح مننا يا حاج هتروح مننا واقل كل بدو البحر وبرضه بنتعشى ربنا يصحي الضمير ربنا عنده كتير والخير كتير بس احنا كل بدا البحر يكتر من مجد الضيقه اللي بتجيب السمك الصغير مجد الشبك يعني ما انا عارف عارف مجد الشبك هي دي اللي بتتحكم في الك... لان الشبك والله انا ما اخبيش عليك شر واحد قال لي حبيبي وفتح صدره معايا قال لي والله كميه السمك الصغير اللي بتترمي في البحر قبل ما نخش على السوق على المينا بيرموها عشان لا ولا يخش على المينا ولا حاجه عندك هنا في العنبك بيجيب الجرفه بيطلعها على في وسط البحر في حلوه يعني رديم حتى جزيره رديم زي جزر يعني بيطلعها على الجزيره يلقط 10 15 كيلو ويردم 200 300 كيلو زريعه يعني حضرتك بتدعو ان بيبقى في رقابه
يكون في رقابه من الثروه السمكيه. لا برضه لا لا، لصحي ضمير الناس اللي بتعمل كده. وفي نهايه اللقاء بشكرك يا حاج وربنا يبارك فيك يا سويسي يا اصيل، شرفتنا ونورتنا. الله يبارك فيك وربنا يوسع عليك، وعلى قد ما تقدر برضه خليك جنب الغلابه. نعم لله. ايوه تحت امرك ان شاء الله. ماشي يا حبيبي، متشكرين وربنا يوسع رزقك. بنشكر قناه جواهر السويس. الله يسامح عليك. اشكر سعادتك.